طاح مسكين، طاح طاح مسكين من فوق لتحت، عدل القبص راسي طاح هبط، طاح طلع صيد الحمام وطاح مسكين. ماشي شي حاجه مشى مع شي حد ولا كان مع شي حد ولا شي لا. مو قد تتقلب عليه 3 ايام، نهار 2 ما جا. نهار قلبت قالت انا ولادي ما تيغبروش حدهم هاد السيكتو، الا ما طلعوا للسينما تيبقاو في المقاطع، تيطلعوا للسينما يقلبوا على حمام. جات هنا بقات لها هنايا قلبت هاد القاطع، ما تيدخلوش من الباب، تيدخلوا من الباب ديال المقاطعه، تيدخلوش من هاد الباب، تيدخلوا من هنا حيت السينما متكي على المقاطع السكان، تيدخلوش من الباب، تيدخلوا من ليه ها السينما لداخل. العلو ديال السقف راه عالي بزاف، يعني كيفاش الدري هذا تطلع، يعني هما عندهم الوسائل ديالهم، راه ماشي شي بلاصه اللي اي واحد يقدر يطلع لها. يعني هاد الوليدات هادو راه كيبذلوا واحد المجهود كبير باش يوصلوا للسقف، والدراري الصغار ما كتوريهمش شنو كيديروا، يعني ماشي شي واحد اللي غادي مثلا يتحمل المسؤوليه، يعني شي حاجه اللي اي واحد يقدر يطلع لها. دابا بغيتي تطلع خاصك تكون كما كنقولوا مشيطن، عاد تقدر توصل لهذيك البلاصه. يعني الدراري كيديروا ما توريهمش شنو كيديروا، يعني كيبذلوا واحد المجهود وكيطلعوا، ونتمنى يلقاو حلول لهذه المعضله هذه. ربما انا ما عمر ما وقعت طاح شي دري ولا شي حاجه، يعني هذه المعضله هذه اللي طاحت يلقاو لها الحل ديالها ونتفاداو المشكل ديالها، وما يتوفاش شي وليد اخر، نقدروا نفقدوا وليد اخر. هذه العائله دي فقدات وليد، ما بغيناش شي وليد اخر يقدر يطرى ليه بحال هذا المشكل. بالنسبه للحاله ديال الام والاب ديال الدري، وحاله ديال الام والاب راه حاله يرتلى، يعني واحد الحاله هستيريه، وعلم بهم الله سبحانه وتعالى، ما غاديش يحس بها شي واحد الا اللي عنده الوليدات في هذاك العمر وفقد واحد الوليد. لان ملي كتكون واحد المعزه ديال واحد الوليد، واخا انا نوصف لك ان هذيك الحرقه ديالها الله سبحانه وتعالى اللي كيعلم بها. واخا هاد الوليد هادو واش كنبوحدو؟ خويا ما عنديش معلومات اللي غادي تقول، هما الدراري كيطلعوا، هاد الوليد هذا توفى طاح، يعني واش كان بوحدو كان مع شي واحد، يعني الله اعلم. الدراري ما كتوريهمش شنو كيدير، هو عنده واحد الغايه انه باغي يصيد الحمام، هذا هو الهدف ديالو، طاح مسكين. Thank you.